معركة المحاكم بين سيجا ونتندو ولدت تقييم العمري للألعاب. السلام عليكم. وسائل الترفيه من ألعاب وأفلام وموسيقى تواجدت في حياة الكثيرين من البشر لسنوات طويلة، وخلال هذه السنوات تغير وتطور المحتوى بشكل كبير جدا. في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات صدرت العديد من الأعمال في مجال الأفلام والموسيقى والألعاب، لكنها اتسمت بسمة خطيرة، وهي أن صناع المحتوى كان لديهم حرية كاملة فيما يقدمونه. طبعا الفكر تغير على مر السنين، بحيث صارت الأعمال أكثر جرأة، وخصوصا في جانب مشاهد ومحتوى العنف والإيحاءات الإباحية. وفي المقابل الأهالي صاروا يتضايقون من هذه الأعمال وبدأ يحطون العين عليها. في البداية بدأوا الجرائد الصغيرة اللي تبحث عن الإثارة أو ما يسمون بالتابلويد يكتبون مقالات عن موضوع كيف ألعاب الفيديو بدأت تأثر على الأطفال بشكل سلبي بسبب زيادة العنف الغير مبرر بنظرهم فيها. طبعا الدافع الرئيسي لهم هو أن ألعاب الفيديو في بدايتها كانت برسوم بكسلية وبعنف كرتوني، لكن مع التقدم في التطوير والزمن الألعاب بدأت تصير أكثر تعقيدا وصار فيها قصص البالغين وتغيرت الرسوم وصارت أكثر قربا للواقع وزاد العنف في الألعاب وصار فيها دم أيضا. وشركة سيجا العريقة في الواقع كانت السبب الرئيسي حينها للجدل، والألعاب اللي كانت مثارة لهذا الجدل الكبير هي نايت تراب ولعبة ليثل انفورسر ومورتال كومبات، وراح أذكر لكم سبب الجدل في كل لعبة. نبدأ بلعبة نايت تراب. هي تعتبر لعبة سينمائية بالكامل، يعني عبارة عن فيلم تشاهده قدامك يعرض في الشاشة، وأضافوا عليه عناصر تخليك تتحكم في اللقطات اللي تصير في الفيلم. واللعبة فكرة أنك أنت شخص مسؤول عن كاميرات موجودة في بيت مراقب، والبيت هذا يسكنونه وحوش على هيئة بشر، وأنت تحاول تساعد الضيوف المعزومين في البيت بأنك تستخدم الكاميرات وتشغل الأفقاخ للإطاحة فيهم. اللعبة بشكل عام كانت مثيرة للجدل لأن المشاهد كانت كلها سينمائية وفيها بعض الإيحاءات الجنسية، لكن المشهد اللي كان واحد ومن أهم أسباب وجود تصنيف العمري هو هذا. مثل ما شفتم العنف فيه كان ضد النساء، وهذا دق ناقوس الخطر عند الناس. واللعبة الثانية هي لعبة ليثل انفورسر. اللعبة هذه أثارت الجدل من قبل حتى ما تصدر، والسبب كان إعلان لها في المجلات المشهورة، ويظهر في الإعلان شكل اللعبة وغلافها مع وجود مسدس لعبة يجيك معاها، وهذا الشيء كان مثار كبير للقلق، والخوف كان أن الأطفال راح يستخدمون مسدس لعبة شكله نسخة طبق الأصل من المسلسلات الحقيقية. وطبعا هذا الشيء ما يرضي الأهالي بشكل عام، وفي المحاكمة اللي صارت على الموضوع جابوا سيجا مسدس لعبة يوشي سفاري بحجة أن حتى نينتندو تسوق العنف في ألعابها، لكن عضو مجلس الشيوخ رد عليهم بأن شكل المسدس الخاص بنينتندو لا يمثل شكل المسدس الحقيقي اللي وضعته سيجا في لعبتها ليثل انفورسر. وآخر لعبة سببت الجدل هي لعبة مورتال كومبات. طبعا كلنا نعرف هذه اللعبة ومستوى العنف المجنون اللي فيها، لكن نسخة اللي أتكلم عنها هي نسخة السيجا جينيسيس واللي نزلت في نفس الوقت مع نسخة السوبر نينتندو. الفرق بينهم أن نسخة السيجا جينيسيس كانت دموية وكان فيها الحركات المميتة الشنيعة الفتالتي، خصوصا حركة سب زيرو القاضية زي ما تشوفون قدامكم. وفي المقابل نسخة السوبر نينتندو بدلوا الدم بالعرق، والحركة المميتة لسب زيرو غيروها بالكامل وصار ما فيها عنف زي ما تشوفون قدامكم. سيجا جتها ضغوطات كثيرة جدا من الأهالي، وعشان كذا قررت أنها تبدأ تسوي تصنيف عمري خاص فيها، وهذا كان في ربيع 1993. تصنيف GA ويقصد فيه الألعاب اللي تكون موجهة لجميع الأعمار. تصنيف MA13 ويقصد فيه الألعاب اللي تكون موجهة للفئة العمرية من 13 وأعلى. تصنيف MA17 ويقصد فيه الألعاب اللي تكون موجهة للفئة العمرية من 17 سنة وأعلى. في وقتها تم تطبيق التقييم العمري على لعبة نايت تراب ولعبة ليثل انفورسر، عطوهم تصنيف عمري MA17، أما لعبة مورتال كومبات عطوها تصنيف عمري MA13. وسيجا بدأت تنصح أو تحرض باقي شركات الألعاب أنها تسوي تصنيف خاص فيهم لألعابهم، وهذا الشيء أدى إلى غضب شركة نينتندو واللي اتهمت سيجا أنها تستخدم التصنيف العمري كحجة لهم عشان يسوون ألعاب فيها محتوى إباحي وعنف. وأيضا وضع التصنيف العمري على لعبة مثل نايت تراب يزيد من الإقبال عليها لدى الفئة العمرية الأقل، لأن كل ممنوع مرغوب. والمشكلة اللي واجهتها سيجا أن الزبائن ما كانوا يفهمون ولا شيء عن التصنيف المحطوط على أغلفة ألعابهم، وكانوا يحسبون أنها أحرف أو أرقام ما لها معنى، والناس اللي كانوا يعرفون عن معنى التصنيف قالوا أنه كان مبهم وما عجبهم توزيع الأعمار فيه. وفي أواخر عام 1993 كان في ولد عمره 9 سنين قال لأبوه يشتري له لعبة مورتال كومبات. الأب ما يعرف ولا شيء عن اللعبة، فسوى بحث عنها وصدمه كمية العنف اللي كانت موجودة في اللعبة وتضايق، وقرر أنه يقول لمديره
وهو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي واسمه جو ليبرمان، واللي أيضا كان مستاء من اللي شافه وقرر إنه يحارب الموضوع، وعشان كذا طلب من باقي أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يجرون جلسة محاكمة عن موضوع العنف في ألعاب الفيديو. وشاركت نينتندو وسيجا فيه، والهدف منه أن السيناتور طالب شركات الألعاب أن يكون عندهم نظام تصنيف موحد وواضح لجميع الألعاب من غير أي استثناء، وإذا ما نفذوا هذا الشيء الحكومة راح تتدخل في الموضوع. لكن المشكلة مو كل الناس كانوا موافقين على هذا الطلب، وانقسم الرأي العام إلى 3 أقسام: قسم كان مؤيد للطلب، وقسم معارض بحجة أنه راح يسوي حجب للمحتوى وهذا راح يقتل الإبداع في الألعاب، وقسم ما كان واثق في الموضوع كله من الأساس، وهذا الأمر نتج عنه نقاشات كثيرة جدا. في الجلسة استعرضوا أقوى مقاطع العنف في ألعاب سيجا مثل مورت كومبات ونايت راب، واتهمهم السينتر جو أنهم يحرضون صغار السن أنهم يلعبون ألعابهم، وأيضا مسك سلاح المسدس الخاص في سيجا وقال لهم أن المسدس هذا شكله مثل الحقيقي، وأنتم تخلون الصغار يمسكونه ويصوبون على التلفزيون بعدوانية ويكافؤون عليها. وكان في أشخاص يمثلون كل شركة ألعاب مشاركة في الجلسة، لكن أهم شخصين هم اللي كانوا يمثلون شركة سيجا وشركة نينتندو بحكم أنهم كانوا الأكبر في مجالهم حينها. شركة سيجا كان ممثلها كان اسمه بيل وايت، وكان هو نائب الرئيس للتواصل والتسويق في سيجا. كان شخص دفاعي في طرحه للأفكار وما حد يقدر يلومه، لأن ألعاب سيجا وقتها كانت كلها مليانة عنف، بعكس ممثل نينتندو هاورد لينكن اللي كان وقتها نائب رئيس نينتندو الأمريكية، وكان يتكلم بكل ثقة وكلام موزون، وقالها صريحة: شركة نينتندو ما هي شركة كاملة، لكنها لا تدعم ألعاب العنف والإباحية، وأنا ليس لنا أي علاقة بلعبة نايت راب، ولا نشوفنا في أي سبب لتطوير لعبة تحث على العنف والإباحية من الأساس. ممثل سيجا هاورد وايت صرح أن ألعاب الفيديو ما هي موجهة للأطفال فقط، وأن في ناس كبيرين بالعمر يلعبونها أيضا، وعشان كذا لازم يتم تطوير ألعاب تكون مناسبة لهم. كلام وايت وقتها كان منطقي، لكن عضو مجلس الشيوخ براين دورغان ما عجب الكلام، وقال لوايت أن سيجا وضعت تصنيف MA-13، وأن من الغلط أنهم يعتبرون الأطفال بعمر 13 وفوق يعاملون معاملة أشخاص ناضجين أو راشدين، وسيجا لازم تعيد النظر في التصنيف اللي حطته. وبعدها قال عضو مجلس الشيوخ جو أن سيجا تسوق ألعابهم من غير أي توضيح للتصنيف العمري. لعبة نايت راب كانت موجودة في نفس القائمة اللي تكون فيها ألعاب مثل سونيك والألعاب اللي تكون موجهة للأطفال، واستعرض بعدها دعاية تلفزيونية للعبة مورتال كومبات، والشخص الموجود في الدعاية طفل أصغر من عمر 13، مع أن اللعبة اللي في الدعاية مورتال كومبات مصنفة عندكم لشخص 13 إلى سن الرشد. وبعدها هاورد ممثل نينتندو وجه اللكمة القاضية إلى سيجا وقال لهم إن ما في شيء اسمه لعبة فقط موجهة للبالغين، وأنتم هدفكم أنكم تبيعون ألعابكم لجميع الفئات مهما يكون، والدليل أن لعبة نايت راب تباع حاليا في محل دماء أطفال الشهير تويزر أس، وغلاف اللعبة ما عليه أي رقم تصنيف عمري مطبوع، ويقدر أي شخص يروح يشتري اللعبة من غير سؤال البياع له. وسيجا سوقت اللعبة ووزعتها في المحلات، وبعدين لما دار الجدل حولهم ابتكر تصنيف العمري الخاص فيهم وقالت أن اللعبة هذه موجهة للكبار كعذر لهم. وفي نهاية الجلسة تم الموافقة من شركات الألعاب جميعا على أن تصنع نظام تصنيف خاص فيها لجميع الألعاب اللي تطورها. وبعد الجلسة زاد الجدل حول الموضوع، وناس كثير أخذ الأمر بشكل شخصي وكانوا مستائين موجود ألعاب موجهة للكبار، ومحلات ألعاب الأطفال مثل دويزر أس سحبت جميع نسخ نايت راب من محلاتها، وحتى لعبة ليثر انفورسر انسحبت من محلات الألعاب وصارت تباع فقط في محلات برامج الكمبيوتر. وبعد شهر بالجلسة تم إصدار بيان رسمي قانوني من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تشكيل لجنة مكونة من 5 أشخاص مختارين يمثلون شركة الألعاب، وقال لهم أن قدامهم سنة كاملة يلقون حل للموضوع ولا بيصير فيه تدخل حكومي فيه، وهذا يعني أن شركة نينتندو وسيجا لازم يتعاونون مع بعض في حل المشكلة، وهذا الشيء صعب جدا ويمكن مستحيل، خصوصا بعد موضوع الجلسة والحوارات اللي صارت بينهم، وحتى حملات تلطيخ السمعة اللي شنتها نينتندو على سيجا، وهي أنها جمعت كل مقاطع العنف والإباحية في ألعاب سيجا وضعتها في شريط فيديو واحد ووزعتها على دور النشر والجرائد المختلفة. وصرح رئيس سيجا توم كالينسكي في مؤتمر صحفي بأنه مستاء من تصرف نينتندو بأنهم لطخوا سمعة سيجا والمحلات المتعلقة في صناعة ألعاب الفيديو في الوحل بهدف الفوز في القضية، وجاء رد من هاورد لينكن اللي كان ممثل نينتندو على التصريح الصحفي، وكانت كلماته كالآتي: عزيزي توم، وردة الروز لونها أحمر وزهرة الفيوليت لونها أزرق، أنا أعرف أنك تمر بيوم عصيب، بو هو هو،
وطبعا هذا التصريح كان مجرد سخرية على سيجا لا أكثر. لكن حصلت المعجزة في أواخر عام 1994. صرحت اللجنة المسؤولة عن التصنيف على أن 7 شركات ألعاب وافقت أنها تشارك في التصنيف العمري، وهذه الشركات كانت سيجا ونينتندو وأتاري وإلكترونيك أرتس وأكليم وفيليبس وثري دي أو. وافقوا أنهم يلتزمون بالتصنيف العمري وأيضا يسوون حملات توعية للتصنيف. وبعدها تشكلت اللجنة الرسمية الأمريكية للتصنيف العمري المعروفة ليومنا هذا بالاسم المختصر ESRB، واستخدموا التصنيف العمري المتعارف علينا إلى يومنا هذا. طبعا لاحقا ظهرت تصنيفات عمرية عديدة تخص مناطق أو بلدان محددة. ويجدر بالذكر أن التصنيف العمري السعودي للألعاب، واللي يقدم من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والمصمم بحيث يناسب طبيعة مجتمعنا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.